ما بتقبلش كلمة قسما بالله، ما اعرفش ليه، اقسم بالله ما عارف في ايه مع ام عمر. بس لا اقول لك، بالعكس مي عليها بتحبك. بس اقول لك حاجة، عارف والله انا بحبها اقسم بالله. بقول لكم يا اخواتي خلي عواصي يبعت لي ضروري، اقسم بالله انا بحبها. اخواتي بسرعة خليه يبعت لي ضروري. بس الدوت ده كان ام عمر مفيش حد مش بتحبه. ام عمر فراورة التيك توك. بقول لك ايه يا كرواوة، ايه يا خالية، بس لوش اشلفك. وانت قلت لها ايه؟ يا خالية لوش اشلفك. معلش انا ما اعرفش في ايه، في حد باصص لي في اللايف النهارده بقالي اسبوع والله يا ام عمر ما شفتش اسد. هو كمان انت بنات بينزل لك اسود اصلا؟ قول لنا كده. اقسم بالله على طول بينزل لي الاسود. ايه ده؟ قول والله الا انا في وشك ناس الربع مليون. طب ما انا ساعتها منزلها في وشك. ايه؟ لعبته في اخر 5 دقايق. اللي بيعرف يلعب اسود يا عواد خليه يخش مع كروان. بقول لكم ايه؟ اجيب لكم حد ولا اجيب عواس؟ استني اجيب عواس. ايه ده مين عواس ده بقى؟ ما تعرفوش؟ في ايه طالما عملت كده؟ اقسم بالله. هو انت قلت انتوا جحفلتوا في اخر 5 دقايق؟ بسرعه يا بت. اخر 5 ثواني. معلش اقسم بالله اخر 5 ثواني. ايوه احنا سمعنا غلط. معلش اتو كمان شيء. ام عمر انت مش بتحطي ميك اب؟ بحس ان انا عايزه اجي انام في حضنك اهو. ازيكم يا رجاله؟ لا احنا ستات. هاي عواد ضيفوني حبايبي. ام عمر ثبت امي ترى والله العظيم قبل شوي. تعالي يا رقاصة يا كروانة يا رقاصة، تعالي تلبسي لي نص بطن وترقصين قدام امك عشان ما تستحين على وجهك. بصي انا عارف انت كايبه واحد بسكليت. بالله العظيم عيب عليك تلبسي لي نص بطن وترقصين قدام امك لحيلة مستحي. نعم وين الرقاله؟ طب انت المفروض تطلعين مقاول، المفروض تمسكين عقارات، تمسكين بنايه تبنينها. والله العظيم ليش كذي؟ انا نفسي اعرف كروانة حبيبي، هذه مش عادات ولا تقاليد اهل مصر. ترقصين انت لابسه نص بطن قدام امك كمان؟ لانه رقصت قدام الغريب. اوكي ما بنقول شيء. عملت لها كتب بقى. عمال يشتمك. ام عمر مستقسطاه اقسم بالله. اقسم بالله مستقسطاه. وين انت؟ انا كيف سيرتك؟ يلا دحين انا ما جبت سيرتي ولا بدي انا بجيب سيرتك. كيفي مالي شغل. انت جبت سيرتي قبل سنه، قبل سنه جبت سيرتي. انزين وانا باخذك محتوى الى ما لا نهايه. يا حبيبتي حقك علي. انا طبيعي كذي، انا طبيعي كذي. انزين اللي يرشني بالماي مو ارشه بنار كذي. انا اعمل لك فون. انا كذي، انا تربيت على كذي. شو اسوي؟ لا لا انا ما العب مع ام عمر. عمر ثبتني قبل شوي ما بلعب معاه. لازم اشغل عليها الشيله. يلا يلا بنزل لطلبي لعبه، وانا بنزل لطلبي وبيجيكم. اوكي ماشي. عمر انا وايد احبك بس بنشغل عليك الشيله. اسف لك. واحد لطلبي وبيجيكم. احترم بعض عشان عملت لك فول. عمر هو انت لسه شفت مع عواد بومو؟ سارة ايوه. حب كبير لك. ثانك يو عواد. انك عسل وانك تاج راسهم كلهم وانك مؤدبه ومحترمه وانك تسوينهم كلهم، تسوين حتى اهل عجيز اقسم بالله. وها مين عجيز ده عشان بعرفه؟ طاقتك بس 13. اتحكي من كلكم ضيفوا ساره. ساره تستاهل اقسم بالله العظيم. من اول ما حبيتها وهي محترمه. والله اني بكسر حتى ربنا. كل فئات بتحبني، كل اصناف بتحبني. يا بنت انت فراوره التيك توك، بنبنات التيك توك. لا ام عمر هي فراولايه. ام عمر فراورايا. ايوه مش انا فراورايا. الحمد لله. بس بقول متكيفه من شتمتي. ايه هو انت كروان؟ هو انت مضايق عواس ليه؟ والله يا بنت انا ما اعرفش ولد. ايوه يعني عملت معاه ايه؟ عم ضايقته ليه؟ فلما انا ما اعرفش. ايه الكلام وصل يا عواس؟
معك. وريني الفيديوهات كلها تاني. حنسل يا ابو اقسم بالله طيب مسكين حاله حاله. والله العظيم يا عوس انا ما شفت الفيديو ده الا من لما انت طلعت. اسمعي اسمعي كروان ترى طيب مسكين حاله حال نفسه حرام. انا عملت لك فولو ابو مسكين. يلا اوكي انا بضيفك كمان يلا حبيبي. الله انتوا شربتوا بعض انتوا بتهزروا ولا ايه؟ اذا تبي تشتري سكوتي ترى سكوتي سهل تشتري باسهل. ايه سكويتك انت مش فاهم سكوتك سكوتو سكوتو حواء سكوتو سكوتو يا ابراهيم ساعتك بس ما يقفش البنية تلات عشرات ما تقولش تلات عشرات دي بقى ايه 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 لا اصعل منك قسم بالله ليه الصورة لا مش حلوة لا انت تلات عشرات اسم الكتيبة بتاعتي من يوم اسود جمعة كاملة. ايه رأيك في الاسم يا ام عمر؟ والله حلو خلاص. مشي وسابنا ليه؟ القعدة كانت من غير وحشة. ام عمر انت مالك في ايه يا ام عمر؟ جرايات في ايه يا؟ في ايه عاوزة تصورها؟ يالا في ايه يالا؟ جرايات حتة شمام يا حتة صايع. اديله. عواس. انت ما قد تشتمني كتير اقسم بالله يا ام عمر. انا ما عارف اقول لك ايه دي محبه دي محبه يا كروان ايوه انا 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 عارف ان هي محبه بس الناس مش هتفهم مش هرد عليك كفايه اللي عواص الدولك عواصبي بس هو مش موجود الشريه 3 على راء الشريه 3 مع بعض